كل سنة وانتم طيبين. ده الموسم بتاع فطير الملاك، فحبينا ان احنا نقول لكم الطريقة البسيطة بناء على طلباتكم المتكررة. المقادير بتاعتنا: كيلو دقيق، كوباية زيت، كوباية سكر، خميرة، كوباية جوز هند وزبيب، كوبايتين مية. تمام، الطريقة سهلة جدا. هنجيب الخميرة نحطها في كوباية مية دافية مع معلقة سكر ونسيبها 10 دقايق. هنحط جوز الهند والزبيب على الدقيق، بعد كده نحط الزيت بتاعنا ونعجنه، بعد كده نحط السكر في كوباية مية ونقلب ونضيفه على الدقيق ونقلب كويس جدا، بعد كده نحط كوباية مية على الخميرة ونكمل عجن لغاية أما يدينا قوام متماسك. نسيب العجينة تخمر لمدة ساعة، بعد كده نقطعها دوائر نختمها بختم الملاك، نسيبها تخمر تاني، بعد كده نحطها في الفرن على حرارة 180 ونستنى لما وشها كده يدي اللون الذهبي الجميل وبالهنا والشفا فطير الملاك.